مساء الخير. النهاردة هناخد الناحية العظمى والصغرى للدالة. بنعرف الناحية العظمى والصغرى ازاي؟ ممكن نعرفها عن طريق الرسم، وكمان ممكن نعرفها عن طريق الاشتقاق. ازاي؟ مثلا لو انا عندي رسمة كده، فين بقى الناحية الصغرى والعظمى؟ بعرفها ازاي؟ بسميها نهاية عظمى، تمام؟ وعندي نقطة وعندي هنا نقطة. طيب لو ملاحظين النقطة دي أعلى نقطة، فعلشان كده مسمينها النهاية العظمى للدالة، علشان دي أعلى نقطة فيهم. وعندها ال دي واي على ال دي اكس هيساوي زيرو. طيب شايفين النقطة دي اللي على اليمين؟ النقطة دي هنلاقيها أقل في المنحنى من النقطة دي، والنقطة دي برضه هنلاقيها أقل، فيعتبر أعلى نقطة فيها هي النقطة اللي في النص دي، تمام؟ ودي عشان كده بنقول عندها نهاية عظمى. يعني لو عوضنا عن ده محور سنت، لو عوضنا عن قيم سين هنا، ولو عوضنا عن قيم سين من الناحية دي، يعني مثلا عندك 1 2 3 4 5 6، لو عوضنا مثلا عن 4، ولو عوضنا عن 2 سين ب2، ولو عوضنا عن سين ب3، هنلاقي ان سين ب3 ادت اعلى قيمه، تمام؟ لما نعوض بيها في المعادله مثلا الصوت طلعت باعلى قيمه، تمام؟ فدي كده بنسميها نهايه عظمى. طيب المنحنى ده بنلاقيه كده طالع يعني ايه؟ يعني موجب، يعني الدي واي على الدي اكس اكبر من الصفر. طب المنحنى ده هنلاقيه كده نازل، يعني قيمه ايه؟ بالسالب، يعني ال دي واي على ال دي اكس اصغر من الصفر، تمام؟ ده كده النهايه العظمى. طب النهايه الصغرى بقى بنعرفها ازاي؟ لو انا عندي منحنى بالشكل ده، النقطه دي هنلاقيها اقل قيمه، النقطه دي هنلاقيها اعلى، تمام؟ والنقطه دي هنلاقيها اعلى اهو، قيمه الصوت هنا هنلاقيها بالاعلى، تمام؟ النقطه دي اوطى قيمه يعني او اقل قيمه، والنقطه دي اعلى، والنقطه دي اعلى منها، تمام؟ فالنقطه دي بنسميها نهايه صغرى عشان اصغر نقطه للداله، يبقى نهايه صغرى. وعندها دي واي على دي اكس هتساوي زيرو برضه، تمام؟ طيب المنحنى ده بنلاقيه كده اهو نازل، نازل يعني ايه؟ يعني قيمته بالسالب، يعني ال دي واي على ال دي اكس اصغر من الزيرو. طب المنحنى ده بنلاقيه كده طالع، يعني قيمته بايه؟ بالموجب، تمام؟ يعني ال دي واي على ال دي اكس بيكون اكبر من الزيرو، تمام؟ ده كده اسمه ميل موجب، وده اسمه ميل سالب، وده اسمه ميل موجب، وده اسمه ميل سالب. الميل الموجب عنده الدالة بتكون تزايدية، يعني قيمته بالموجب. طب الميل السالب قيمة الدالة تناقصية، تمام؟ يعني قيمته بالسالب. طيب هنا لما قلنا إن المنحنى ده نهاية عظمى بنعرفه إزاي؟ بنلاقيه بادئ بالموجب رايح للسالب، يعني من الموجب للسالب بنسميها نهاية عظمى. طب من السالب للموجب بنسميها نهاية، من السالب للموجب بنسميها نهاية ايه؟ صغرى. طيب عندي حاجة تانية اسمها نقطة الانقلاب أو منحنى نقطة الانقلاب. بنلاقي المنحنى ده شكله كده اهو، تمام؟ دي نقطة B مثلا، ودي النقطة A مثلا، تمام؟ بيقول لي يعني ايه نقطة الانقلاب؟ طيب المنحنى ده هنلاقيه ثابت كده، تمام؟ ورايح على اللي هي العظمى، وبعدين نازل هنا، نازل رايح على اللي هي الصغرى، تمام؟ هنا بقى لكن المنحنى بتلاقيه فيه نقط انقلاب، يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى محدب لمكعر، وممكن مكعر لمحدب، تمام؟ يعني اتجاه المنحنى بيتغير عند نقطة معينة، من مكعر، تمام، الى محدب. هنا من مكعر الى محدب،
الشكل بتغير، وهنا النقطة بي من محدب إلى مكعب، فدي اسمها نقطة الانقلاب. تمام؟ لو انا بقى عاوز اجيب النهاية الصغرى او احدد النهاية الصغرى والعظمى من خلال الرسم، بعملها ازاي؟ كم خطوة كده نحرسهم ايه مع بعض؟ باستخدام المشتقة الأولى. طيب في فرق هنا، لما يقول لي إن أنا أحدد النهاية العظمى والصغرى بإن أنا أستخدم المشتقة الأولى وإن أنا أستخدم المشتقة الثانية، تمام؟ طيب باستخدام المشتقة الأولى هديكوا واي بتساوي 4 إكس تكعيب ناقص 21 إكس تربيع زائد 18 إكس زائد 20 هتساوي 0. تمام؟ بنعمل ايه؟ اول حاجة، اول خطوة بنعملها بنعمل ايه؟ اهو اول خطوة بنعمل ايه؟ بجيب اشتقاق الدالة دي. تمام؟ اشتقاق الدالة دي من الدرجة الاولى للاشتقاق الاول بتاعها، نقول الدي واي على الدي اكس هتساوي 4 في 3 ب 12 اكس تربيع ناقص 21 في 2 ب 42 اكس زائد 18. تمام؟ بعد ما نجيب الاشتقاق الاول بنساوي المعادله بالصفر. تمام؟ يعني نقول بتساوي صفر. بعد ما بنساويها بقى بالصفر بنعمل ايه؟ اول حاجه بجيب قيم اكس. طب بجيب قيمه اكس ازاي؟ طيب المعادله دي مش ينفع انا اوسطها؟ ينفع ابسطها، مش دي 12 دي 42 دي 18، يعني ينفع اقسم على الستة، اقسم على الستة. تمام؟ طيب لما اقسم ال 12 اكس تربيع على الستة هتديني كام؟ تديني 2 اكس تربيع ناقص ال 42 على الستة هتديني 7 اكس زائد 18 على الستة هتديني 3. تمام؟ ده كده احنا وصلناه. طب نجيب قيمة اكس ازاي؟ طيب أول حاجة دي معادلة تمام من الدرجة الثانية، ده مكون من ثلاث حدود بفكه باستخدام المميز. فاكرين ان احنا كنا بنستخدم المعادله دي بنفكها يا اما باستخدام القانون العام زمان في ثانوي يا اما باستخدام المميز؟ دي هنفكها باستخدام المميز. هنفكها ازاي؟ طيب باستخدام المميز كان بنعمل ايه؟ كنا بنفتح قوسين، هشرحها لكم سريعا كده. كنا بنفتح قوسين، تمام؟ طيب دي 2 اكس تربيع عباره عن ايه؟ عباره عن 2 اكس واكس، 2 اكس عندي هنا واكس هنا عندي. طيب بنحط هنا ايه؟ بنحط هنا في النص قيمة الحد اللي في النص اللي هو السالب، هنا سالب وهنا سالب. بعد كده بنعمل ايه؟ نشوف التلاتة دي اللي في الآخر، تمام؟ عبارة عن كام في كام؟ عبارة عن واحد في تلاتة، تمام؟ عبارة عن واحد في تلاتة. طب أحط هنا الواحد هنا والتلاتة هنا ولا التلاتة هنا والواحد هنا؟ قال لك بجرب، إزاي؟ مثلاً لو أنا هحط التلاتة هنا والواحد هنا، بعملها إزاي؟ كنا زمان بنقول اللي في النص مع اللي في النص واللي من بره مع اللي من بره، ازاي نقول 3 اكس يبقى سالب 3 اكس، تمام؟ طيب 1 و2 اكس سالب 1 و2 اكس يبقى سالب 2 اكس، وكنا بنجمعهم نقول سالب 3 اكس وسالب 2 اكس سالب 5 اكس، هل اللي في النص ده سالب 5 اكس؟ غلط، تمام؟ يبقى مش بنحطهم كده. طب نعكس بقى، نحط هنا الواحد وهنا الثلاثة ونجرب، تمام؟ هنا واحد واكس يبقى سالب واحد اكس، طب سالب تلاتة واتنين اكس يبقى سالب ستة اكس، سالب واحد اكس وسالب ستة اكس هتدينا سالب سبعة اكس، تمام؟ يبقى انا كده حطيتهم بالوضع الصحيح، تمام؟ بعدين بنعمل ايه؟ بنساوي كل واحدة بالصفر، يعني الاتنين اكس ناقص واحد هتساوي صفر والاكس ناقص تلاتة هتساوي صفر. طيب هنا الاكس أو الاتنين إكس بتساوي واحد، يبقى الإكس بتساوي كام؟ نص، تمام؟ وهنا الإكس بتساوي تلاتة، يبقى عندي هنا الإكس بنص، تمام؟ وعندي هنا الإكس بتلاتة. بعمل إيه بعد كده؟ أول حاجة بشوف القيمة الأصغر من النص
والقيمة الأكبر من النص، وهنا نفس الكلام بشوف القيمة الأصغر من التلاتة والقيمة الأكبر من التلاتة. إزاي؟ بعمل إيه؟ أول حاجة عندي أهو النص، تمام؟ بشوف القيمة الأصغر منه اللي هي كام؟ زيرو. طب القيمة الأكبر منه اللي هي كام؟ الواحد، تمام؟ طيب أعوض بقى في المعادلة بتاعتي دي بتاعت الاشتقاق عن قيمة إكس، تمام؟ طب تعالوا نعوض، 12 في إكس تربيع اللي هو 12 في نص تربيع، 12 في نص، في قصدي في زيرو تربيع ناقص ال 42 في زيرو زائد 18 هتدينا 18. طب هنا هنعوض بواحد، طيب ال 12 في واحد تربيع ناقص ال 42 في واحد زائد 18 هتديني سالب 12، تمام؟ طيب هنا مش ده الصفر، ده الصغير، وده ايه؟ واحد الكبير. هنلاقي القيمة، تمام؟ بقت من الموجب رايحة للسالب، من الموجب بتعلى رايحة للسالب، يبقى ده منحنى ايه؟ عامل كده، من الموجب للسالب يبقى نهاية عظمى، تمام؟ يبقى هنا هنكتب نهاية عظمى، تمام؟ طيب تعالوا نعوض هنا. تلاتة، هنشوف الرقم الأصغر من تلاتة والأكبر من تلاتة. طب الأصغر من تلاتة واحد، أكبر من تلاتة مثلا أربعة. طب نعوض المعادلة دي برضو، هنقول 12 في أربعة تربيع ناقص ال 42 في أربعة زائد ال 18 زائد 18 هتدينا 42، تمام؟ بعدين هنعوض هنا عن الواحد، هنقول 12 في واحد تربيع ناقص ال 42 في واحد زائد ال 18 هتدينا كام؟ سالب 12، تمام؟ طيب هنا دي القيمة الصغيرة، معنى كده ان هي بقت من السالب للموجب، يعني كانت بتنقص وبعدين تزايدت، يبقى ده شكله كده من السالب ايه للموجب، يبقى ده كده نهاية صغرى، نهاية صغرى، تمام؟ طيب بعدين بنعمل ايه بعد الخطوة دي؟ بعدين بنعوض عن الاكس مرة بنص والاكس مرة بتلاتة، بس في انهي؟ في المعادلة الأولانية خالص اللي هي قبل الاشتقاق، تمام؟ يعني بنعمل ايه؟ بنقول أول حاجة لما الاكس بتساوي نص بقى، تمام؟ يبقى عندي هنا أربعة في نص تكعيب، أربعة في النص تكعيب ناقص الواحد وعشرين في النص تربيع زائد التمنتاشر، تمام؟ في النص زائد العشرين، تمام؟ هتساوي كام؟ المعادلة دي نضربها كده على الآلة أو نجمع ونطرح تدينا 24.25%. طب لما الإكس هنساويها بالتلاتة، يبقى أربعة في تلاتة تربيع تكعيب ناقص الواحد وعشرين في تلاتة تربيع زائد التمنتاشر في كام؟ بتلاتة زائد العشرين هتدينا سالب سبعة. يعني اذا، تمام، لما كانت الاكس بنص الواي طلعت بكام؟ باربعة وعشرين وخمسة وعشرين من مية، طلعت بايه؟ بقيمة موجبة، معنى كده انها ايه؟ نهاية عظمى. طيب لما كانت الاكس بتلاتة الصاد طلعت بسالب سبعة او الواي طلعت بسالب سبعة، تمام؟ طيب يبقى دي سالب، قيمتها بالسالب يبقى نهاية صغرى، نهاية صغرى. ليه؟ هنا معناها ان هي كانت من السالب راحت من قصدي من الموجب طلعت ايه للسالب، يبقى نهاية من الموجب، تمام؟ وبقت سالب يبقى نهاية عظمى، من السالب، تمام، راحت
للموجب يبقى دي نهايه صغرى، تمام؟ طيب لو طلعت بالموجب نهايه عظمى، لو طلعت بالسالب تبقى نهايه صغرى، تمام؟ طيب وحتى هنا لاحظتوا ان النص لما قلنا 0 1 لما عملنا طلعت نهايه عظمى، ده بالثلاثه من قبل اصلا ما اطلع دي عرفت انها نهايه صغرى بسبب انها طلعت من السالب لايه؟ للموجب، تمام؟ اللي هي الثلاثه هنا عرفنا ان الثلاثه نهايه صغرى وعرفنا ان النص نهايه عظمى. النص نهايه عظمى والثلاثه نهايه صغرى، تمام؟ ده كده باستخدام المشتقه الاولى او التفاضل الاولاني. طيب لو انا عاوزه اجيب باستخدام المشتقه الثانيه بعمل ايه؟ هشوف نهاية عظمى أو نهاية صغرى باستخدام المشتقة الثانية، بعملها ازاي؟ أول حاجة عندي خمس خطوات، تمام؟ أول خطوة بجيب المشتقة الأولى اللي هي كام؟ 4 في 3 ب 12 إكس ناقص 21 في 2 ب 42 إكس زائد 18، تمام؟ تاني حاجة بساوي المشتقة دي بالصفر. بقول 12 اكس ناقص 42 اكس زائد ده هنا اكس تربيع، تمام؟ زائد ال 18 هتساوي صفر، تمام؟ طيب تالت خطوة بعمل ايه؟ تالت خطوة بجيب قيمة اكس، بجيبها ازاي؟ زي ما عملنا المرة اللي فاتت، أول حاجة ببسطها، ببسط المعادلة، يبقى هقسم على الستة، يبقى عندي هنا 2 اكس تربيع ناقص 7 اكس زائد 3 هتساوي صفر. هنا نعمل قوسين 2 اكس واكس، وهنا بنحط 3 وهنا نحط الواحد، سالب وسالب، يبقى الاكس طلعت هنا بنص والاكس هنا طلعت بتساوي 3، تمام؟ بعدين بنعمل ايه؟ رابع خطوة بجيب المشتقة الثانية، تمام؟ اللي هي دي واي على دي اكس تربيع، اللي هي دي تربيع واي على دي تربيع اكس، تمام؟ بجيبها ازاي؟ عندي اهو 12 في 2 ب 24 اكس ناقص ال 42 وال 18 طبعا مشتقتها بزيرو. طيب كده انا جبتها، جبت المشتقه الثانيه. بعمل ايه بعد كده؟ بعوض عن الاكس بنص والاكس بثلاثه في المشتقه الثانيه. بقول هنا لما الاكس هتساوي النص يبقى 24 في النص، تمام؟ ناقص ال 42 هتدينا سالب 30، تمام؟ طيب التانية لما الاكس هتساوي 3 هعوض 24 في 3، تمام؟ ناقص ال 42 هتدينا 30، دي طلعت بسالب 30 ودي طلعت ب 30. طيب هنا بقى باللي بتطلع بالسالب في المشتقة التانية، اللي تطلع سالب أقول عليها نهاية عظمى، ليه؟ شايفين منحنى النهاية العظمى كان من الموجب راح ايه؟ للسالب، نزل للسالب، استقر في الآخر على ايه؟ استقر في الآخر على ان هو سالب، معنى ان هي سالب يبقى كان في موجب اتحول للسالب، معنى كده انها نهاية عظمى. طيب ال 30 هتبقى نهاية صغرى، ليه؟ معنى كده انها كانت بالسالب اتحولت للموجب، طب من السالب للموجب، تمام؟ يبقى دي نهاية ايه؟ نهاية صغرى. طيب بنكتب ازاي؟ بنقول لما السين كانت بنص الصاد طلعت بسالب 30، لما السين او الاكس كانت بتلاتة هنا الواي طلعت بتلاتين، تمام؟ يبقى دي نهاية عظمى ودي نهاية صغرى. كده احنا عرفنا النهاية العظمى والصغرى باستخدام المشتقة الأولى وباستخدام المشتقة الثانية، وفي الأول خالص شرحنا طريقتها على رسم ازاي. شكرا جدا، أتمنى تكونوا استفدتوا. أشوفكم.